انا قاعده جنبك اهو، اوعى تفور عشان انت بتصدق كده. ما تلاقيني عملت عيني كده تروح تفور وتطفح وتبهدل الدنيا، حرام عليك كل شويه نضيف. يلا عاد يا لبن اغلي وخلصني، تعبت من الوقفه، انت مستنيني يعني لما اصحى عنك؟ الحمد لله ما طفحش المره دي. يا سعاد اه يا هانم تعالي، في ناس عايزه تبارك لك. ماشي جايه. يا ابوي عاد كل شويه حد يجي يبارك لي، هو انا ولدت؟ ده انا يا دوبك لسه حبلي، فيه ايه؟ تعبت كل شويه نازله طالعه، انا حبلي يا جماعه ولازم انام. ربنا يسامحك يا حسن انت وحسين، انتوا اللي خليتوا الناس كلها تعرف. امر الله، اروح عشان عمتي ما تزعلش. كنت هنسى البوتاجاز والع. منورين، ده نورك يا حجه. يا هانم هات يا بنت الشاي. مش لازم يا حجه والله، عيب عليك يا بنت. منورين والله، ده نورك يا هانم. ده نورك يا ام الولاد. ندهتي على سعاد؟ ايوه يا عمتي جايه ورايا. عاملين ايه؟ رايقين؟ رايقين الحمد لله. سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عمتي؟ ازيك يا هنيه؟ منورين. ده نورك يا سعاد، الف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيكي عقبال بناتك. الف مبروك يا سعاد. الله يبارك فيكي يا بنتي هنيه عقبالك. اقعدي اقعدي يا سعاد عشان ما تتعبيش. ماشي يا عمتي. احلويتي يا بنتي يا سعاد والله، شكلك كده حبله في بيت. له واد ان شاء الله. له له يا حجه، البت بتحل امها، لكن لو واد كان زمانها مناخيرها كد كده وشكلها عفش. له واد ان شاء الله، بس هو مسمسم. واد بت اللي جيبه ربنا كويس ونعمه بالله، ربنا يقومك بالسلامه كده. الله يسلمك يا عمتي. ادخل الباب مفتوح. سلام عليكم. وعليكم السلام. جميله انت ايه اللي جابك؟ عيب عيب يا بنتي. اتفضلي اتفضلي يا بنتي يا جميله اقعدي. الف مبروك يا عمتي، انا جيت ابارك لك وهنيكي ان ولدك ان شاء الله هيجي له كده عيل. جيت تباركي لها وتهنيها ليه؟ على اساس ان هي اللي حبلي ولا علاء؟ سعاد انا مش جايه لك انت، انا جايه لعمتي. انت هبله يا بت، هي تلاقيك وخلاص، انت جايه ليه؟ عيب يا سعاد دي ضيفه. اقعدي اقعدي يا جميله جنب سعاد. ايه وكمان هتقعد جنبي؟ لا بقول لك ايه، الدكتور قال لي ما تشوفيش بهايم الايام دي. مين البهايم دي؟ انا؟ هو في حد بهيمه هنا غيرك؟ شايفه يا عمتي؟ عيب يا لا تشكي في لسانك. شكله ما يولع ببعض. اه والله شكلهم كده. تعالي تعالي يا بنتي يا جميله اقعدي جنبي، ربنا يتمم له على خير على قده، يستاهل كل الخير. ربنا يخليك يا بنتي. ايه اللي ربنا يتمم له على خير؟ انا اللي حبله مش هو. انت هو واحد يا بنتي، امك عامله ايه يا جميله؟ الحمد لله رايقه. اتفضلي اتفضلي يما. انت فين؟ ده صوت علاء. يا ولد انا هنا. شكلي حلو يا عمتي؟ جميله جميله يا بنتي. جميله ايه يا عمتي؟ ما تقولي لها الحقيقه. سلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لك يما في ضيفه، خليها تتفضل يا ولدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين دي؟ مين دي؟ وانت مالك؟ هتساليه ليه؟ هو جوزك ولا جوزي؟ انا بس اللي اساله. ايه يا جماعه اهدوا شويه، دي زميلتي الباشمهندسه مني، جايه في شغل هنا يومين وهتقعد عندنا عشان ما ينفعش تقعد في لكندا لوحدها. اتنوري يا ولدي، اتفضل يا بنتي. شكرا يا طنط. شكرا يا طنط. مين البت اللي عامله شبه القشطه دي؟ ما هو قال لك يا بهيمه زميلته. وهتقعد فين ان شاء الله؟ عندني ولا عند هانم؟ لا هتقعد عند امي. اتنور يا ولدي، ده انا شايلها فوق دماغي. على فكره يا عمتي الدكتور قال لي الزعل عفش عشانك، واني النهارده زعلت مرتين بسبب البومه اللي قاعده جنبك فاتحه حنكها قد كده دي، وبسبب البومه الثانيه. عيب عيب يا بنتي وطي صوتك. اه اه يا بطني الحقوني مصاريني بتتقطع. في ايه في ايه سعد مالك؟ مالك يا بنتي؟ بطني بطني وجعاني قوي. تعالي يا علاء وديني شقتي. ماشي يلا بينا تعالي. الف سلامه عليكي، اساعدك؟ لا جوزي هيساعدني. بعدي بعدي يا اختي، مش شايفاني مش قادره، واقفه في وشي ليه؟ ولا ناقصه؟ معلش انا اصلا كنت بحاول اساعدك. وتساعديني ليه؟ ما هو جوزي ده بيعمل ايه يعني؟ على فكره علاء ده جوزي وحبيبي وابو اللي في بطني ده، خلي بالك يعني. بعد كده ربنا يخليكم لبعض. متشكرين. هوصلها واجيلك تانيه مني. تيجي فين؟ انت هتقعد جنبي، انا تعبانه، انت مش شايف؟ لا براحتك يا علاء، انا قاعده هنا مع طنط. ده تكنيله في طبل دمك. براحتك يا علاء، هي ناقصه مش كفايه جميله؟ اتفضل يا بنتي. شكرا يا طنط. قومي يا بنتي يا هانم حضري لها الاكل. حاضر يا عمتي. لا شكرا انا اكلت قبل ما اجي. لا ازاي يا بنتي، لازم تاكلي واكل هيعجبك قوي. وبقول لك ايه يا هانم، وبيخلي البنت سعديه تنضف الاوضه الشرقيه عشان مني تقعد فيها. حاضر يا عمتي. هو ده شعرك ولا انت مركبه باروكه؟ لا شعري عفش قوي. عيب يا جميله، ده جميل جميل قوي والله. ميرسي يا طنط. ايه عاد قولي ايه يا بنتي؟ بتقول لك شكرا. شكرا يا طنط يعني شكرا يا عمتي. طب قومي يا بنتي يا هانم خلصي. ماشي. وخلي حموكشة والعيال يجي يسلموا على مني. حموكشة نايم مش هيصحى دلوقتي خالص، وكمان العيال بيذاكروا بعدين. اوه
وما مالهم البنات دول فيه ايه؟ هي دي لون عينيكي ولا انت حاطه عدسات؟ لا دي طبيعي. ايش قوي بيقولوا العين الملونه دي ما بتشوفش كويس. لا ازاي عادي انا بشوف كويس. وانت زميله علاء بقى لك كتير. وانت مالك عتسأليها ليه؟ هو جوزك ولا جوزي؟ انا اللي مفروض اسالها كل الاسئله دي. قومي بتروحي. هتتشطر علي؟ روحي اختي تشطر عليه اللي هتخطف جوزك. مين دي اللي هتخطف جوز مين؟ يا جماعه انا جايه هنا شغل. ماشي منوره يا حبيبتي. بس بقول لك ايه، يعني بصي مش عايزاكي تحتكي بجوزي خالص، من بعيد لبعيد كده. زميلك بقى من زميلك مش مشكلتي. يا بنتي يا سعاد انت مش كنت تعبانه؟ روحي يا بنتي استريحي. لا هي مش تعبانه ولا حاجه، دي كانت بتمثل كده عشان تكيدنا، بس الحمد لله جيلي كيدها. يا بنت انت يا بنت المحروق، انت مالك حشره نفسك ليه في حياتي؟ ما تغوري يا بنت، انت ما عندكيش دم، قلت لك غوري من ساعه ما جيتي. اهدي. هو في ايه بالظبط؟ ما تخافيش يا حبيبتي هما كده على طول. في ايه صوتكم عالي كده ليه؟ علاء كويس ان انت جيت، انا لازم امشي من هنا، مش هينفع اقعد هنا، انا كده ممكن اعمل لكم مشاكل. مفيش مشاكل ولا حاجه، عيب عليكي، ده بيتك يا منه. والله البيت منور. ده نورك يا علاء. شكرا. اهدي، ده بيقول لها منوره، هنعملوا ايه؟ مش عارفه. احنا لازم نطفشوها، انت معايا ولا ايه؟ معاكي. معاكي ايه ونيله ايه؟ انت مالك اصلا ونطفشوها انا وانت ليه؟ انا طفشها لوحدي عشان انا مرته وده جوزي، اغير عليها عادي، لكن انت مالك يا بنت انت؟ انا الحق عليا اللي كنت عايزه اساعدك. لا يا اختي ما ساعدنيش، اتفضلي روحي ساعد امك في شغل البيت بدل ما انت عماله تحوسي كده. علاء انا خايفه قوي. وبعدين يا اختي انت خايفه من ايه انت كمان؟ ما تتكلمي عدل شبه البني ادمين. الا علاء انا خايفه قوي. ليه على العض احنا؟ مش قصدي والله يا مدام. امال قصدك ايه؟ وبعدين انا اسمي سعاد. ايه مدام دي؟ انت هتكبريني؟ ماشي يا سعاد، انا يعني مش قصدي حاجه، يعني انا مش يعني الوضع كده غريب، فانا قلت اروح لوكاندا احسن واسيبكم براحتكم تتعاركوا براحتكم. لا يا اختي شايفه انا بشد في شعور بعض، دي صاحبتي وحبيبتي، بس احنا هزارنا كده صح يا بنتي يا مطعونه؟ صح يا سعاد. شفتي هزار هزار؟ ايوه صح، في اصحاب ساعات بيهزروا مع بعض كده. ماشي اتهدي انت وهي، فضحتوني قدام البيت. والله فضحناك ليه؟ وانت مالك ومالها اصلا وجايبها لي هنا؟ وزميلتك ده من امتى ان شاء الله؟ وما قلتليش عنها ليه؟ وما قلتليش انا عنها ليه؟ بتنتي اقسم بالله اجيبك من شعرك كده ومرمد بيك البلد، فاهمه؟ انت مالك يقول لك انت ليه؟ عادي مش هو زي اخوي بك خوفه في نفوخك. سعاد يا عسليه انت، دي زميلتي زميلتي بس، وده في بلدنا ضيفه لازم نكرموها يا بنت الناس. والله ما في حاجه بيني وبينها، اهجلي. ماشي بس مالكش صالح بيه، ما تقعدش معاها ومش كل شويه تقعد تتحدث وتقول لك اه لا مش عارفه ايه. بقول لك ايه يا اخويا، لو هي بتتكلم مصري انا كمان ممكن اتكلم مصري عادي. عارف عارف والله، بس هي لغتها كده هعمل لها ايه؟ ماشي يبقى ما تقربش منها، ما تنجدنيش انا حبلي. التعامل بينها وبين امك وبس. ماشي اليومين دول ما تتحدثش معاها واصل، على الله اشوفك كده واقف معاها. حاضر ماشي امي وبس خلاص. ايه دي عاد مش عايزين فضايح. ماشي علاء هي فين الاوضه بتاعتي؟ عشان انا تعبانه وعايزه استريح شويه. تعالي اوريها لك. رايح فين؟ قلنا امك هي اللي تتعامل معاها مش انت. ماشي ما تشدنيش تاني من الهدوم لرفسك. لا والله بتعرف ترفس قوي. انا قلت لك مش عايزه المحك معاها، تقوم توصلها الاوضه؟ لا. ماشي خلاص هقول لامي اوعي ايدك. يما بعد اذنك وصليها الاوضه. ماشي يا ولدي تعالي معايا يا بنتي. روحي يا منه مع امي، خدي راحتك لحد ما نحضر الغدا. ميرسي جدا يا علاء. العفو يا مني. يا رجلي فيها يا بنت انت؟ اتعدل واتكلم زين. ماشي انا رايح مشوار، اروح ولا ايه رايك؟ مع السلامه. انت قاعده ليه يا اختي؟ سلمى هي ما تروحي يما، روحي لامك. ماشي مروحه ماليش شغله هني، خلاص جات اللي هتقش. بدك قش وسطك وقش رقبتك، الهي ما توعي تروحي بيتك يا بعيده. يلا بتمشي. ماشي يا اختي. قبر يلم العفش. وانت هتضحك على ايه يا عمه انت وهي؟ في اراجوز هني؟ لا بقول لك ايه ما تقلبيش علينا احنا مروحين. ايوه صح احنا اتاخرنا قوي، ومبروك يا بنتي وربنا يعينك. الله يبارك فيك يا عمتي. مش عارفه يعيننا على ايه يعني، هي كانت ضرتي دي جايه قاعده يومين وماشيه. ماشي خلي بالك من اليومين دول ممكن يحصل فيهم حاجات كتير. تفتكري؟ ايوه امال ايه، ده بيحصل يا بنتي في يوم واحد. رمشي عينه اللي شبكني. هتقولي ايه يا عمتي؟ عمتي روحي روحي لعيالك هيسالوا عليكي. ماشي يا اختي مروحه، وانت خلي بالك عقلك في راسك تعرفي خلاصك. ماشي. يا لهوي لا يكون كلام حقيقي يا ربي، اعمل ايه؟ مش كفايه البت جميله المقشفه المعفنه دي مخلياني كده عينيا في وسط راسي؟ جتني منين البت اللي شبه القشطه دي؟ شعرها اصفر وعينيها ملونه وجسمها سمباتيك وبيضه قشطي، هعمل معاها ايه؟ والله لو اوريكي علاء. بص اخليك كده تمشي تكلم نفسك في الشارع. علاء بتعمل ايه عندك؟ انت مش قلت رايح مشوار؟ ايوه كنت بشوف امي عايزه حاجه ولا
الجنه دي؟ راحت هي وعلاء الشغل. ايه راحت مع علاء؟ اللي هما الاثنين كده لحالهم ليه يا بنت؟ ما هما شغالين في مكان واحد. وهما شغالين فين دلوقتي؟ عارفه العزبه الشرقيه دي هما شغالين فيها، اصل هناك في مشكله في الزرع وهما بيعالجوا الزرع. ماشي انا رايحه اشوف امي وجايه. تشوف امك هي حزينه؟ مش الدكتور قال لك تنامي على ظهرك وما تتحركيش؟ روحي يا بنت اطلعي على شقتك لما تيجي تقعدي جنبي. لا يا عمه اصل امي عيانه قوي ولازم اطل عليها. واه عيانه؟ الف سلامه عليها. استنى اروح معاكي. لا لا خليك انت، ده هي دوبك عندها شويه برد صغيرين كده، انا هروح كده اطل عليها واجي. ماشي ما تعوجيش يا بنتي وخلي بالك من حالك وامشي بالراحه. ماشي ما تخافيش يا بنت. بقول لك بالراحه بترمحي ليه كده؟ والله لو اوريكي علاء انت ومنا بتاعتك دي، انا من سايباكوا في حالكم. هروح اغير خلقاتي وهروح على العزبه دي ونشوف بقى هتعمل ايه انت وهي. ليلتك مطينه بطين النهارده. بص واقف معاها كيف. ماشي ماشي يا علاء. والله لو اوريكي يا بنت انت. ايه ده مين دي كمان؟ انت يا بنت جميله انت اللي جابك هنا. بتمشي ايه بلاش يا بنت انت، هو انت طالعه لي في البخت؟ انت عايزه مني ايه؟ كل ما اروح في حته الاقيكي. سيبك مني خليكي في الدهيه اللي هناك دي اللي هتلطش جوزك. مين دي اللي هتلطش جوزي يا اختي؟ لا هي ولا عشره زيها. بقول لك ايه، سيبك دلوقتي من اللي في دماغك ده، خلينا نتصرفه قبل ما تعمل عقله. يعني هنعمله ايه؟ نخلصوا عليها. يخرب بيتك خلصت روحك يا بعيده. ليه شايفانا مجرمين؟ غوي يا بنت من مشي. خلاص نمسكوها ندوها علقه كده محترمه تخاف وتمشي. ده انا اللي همسكك كده من شعرك وبهدلك كده قدام الناس كلها ومرمتك. غوري يا بنت تضربيها ليه؟ انت مالك اصلا؟ واحده انا كده وغيرانه على جوزي وجايه اشوفه، انت مالك؟ بعدي اهدي. ونضربوا بنت الناس ليه؟ حرام عليكي، حطي نفسك في مكانها. هي جايه تشوف شغلها، وبعدين انا جيت بصيت على جوزي حب استطلاع يعني، لقيته واقف محترم وهي كمان. خلاص ما يهمنيش عاد اي حاجه. والله وش عرفك هو بيقول لها ايه ولا هي بتقول له ايه ولا بيحصل ايه لما انت بتمشي؟ انت مالك يا بنت المحروق؟ يا بنت المحروق انت بتجيب لاهلك الشتيمه ليه؟ غوري يا بنت من وشي، انا مش هعمل حاجه زي كده. تي ولي زيي. غوري استني. غوري قبل يلم العفش. ماشي يا سعاد انا اللي هضربها. انت يلا اسمك مني. انت بتناديني صح؟ ايوه صح. تعالي معايا عايزاكي في حاجه كده. لا مش هينفع عندي شغل والله لما اخلص. مش انت اللي اسمك جميله اللي كنت ببيت علاء؟ ايوه انا جميله. اتشرفت جدا بمعرفتك. خلاص هخلص شغلي وابقى اكلمك براحتي. لا ما ينفعش لازم تيجي معايا دلوقتي، اصل سعاد هي اللي بعتاني وتعبانه قوي. تعبانه؟ ماشي يلا بينا. بقول لك ايه، تاخدي بعضك من هنا وتمشي طوالي، مش عايزه اشوفك في البلد دي كلها. انا عملت لك ايه؟ سيبيني. انت مش عامله لي حاجه، سعاد هي اللي موصياني انني امسكك ومربط بيك البلد. احسن لك امشي لان ده نابها ازرق. وانا عملت لها ايه طيب؟ غيرانه على جوزها تعمل ايه يعني؟ المهم تاخدي بعضك وعلى السكه الحديد وترمحي وما نشوفش خيالك هنا تاني، واوعي تقولي ان انت شفتيني ولا قبلتيني، انت فاهمه؟ ماشي ماشي سيبيني. غوري تتكنيلي. ايه ده هي فين البشمهندسه منا؟ يمكن روحت البيت. بالراحه يا ولدي افهم منها الاول. لا انا متاكد انها هي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت فين يا ست هانم؟ عند امي. لا يا شيخه عند امك، هتكذب عليا كمان. والله كنت عند امي. يعني ما رحتيش العزبه الشرقيه؟ الصراحه رحت وبصيت عليك وبعدين رحت عند امي. انا صبرت عليكي كتير لكن لحد كده وكفايه. في ايه؟ في ايه يا علاء؟ بالراحه يا ولدي بنت حبله. ما فيش بالراحه، استحملت منها كتير وورتني الويل وكل شويه تعمل لي مشكله، لكن تطلع كده زي الناس المجرمين وتضرب بنات الناس. ايه فاكره نفسك بلطجيه انت؟ ايه اللي انت هتقوله ده؟ هو انا عملت ايه؟ والله هتستعبط يا بنت انت، انت مش ضربت مني وكنت هتموتيها؟ انا والله ما ضربتها ولا جيت جنبها. انا جيت لك صح بس بعد كده روحت. ما تكذبيش، مني كانت طالعه على السكه الحديد وبعدين وقعت والناس ودوها المستشفى، وانا رحت لها هناك وقالت لي ان انت اللي عملت فيها كده. وكتاب ربنا منها ولا شفتها. ليه وانا مش عارفك وعارف جنانك؟ عملت لك ايه هي؟ يا ولدي اسمع منها بالراحه. انا قلت لك مش انا وحلفت لك على كتاب ربنا، عايز مني ايه؟ انت ازاي تصدقها وتكذبني؟ عشان انا عارفك هي هتكذب عليا ليه. انا عارف انت اول ما بتشوفي واحده جنبي الغيره بتولع فيكي، بس مش للدرجه دي يعني. وانا قلت لك وكتاب ربنا منى، عايز تصدق صدق، مش عايز انت حر. انا اروح الم خلقاتي ومروحه. وخلي بالك مش انا بس اللي بغير عليك، فيه واحده تانية وكانت هناك برضه واسمها جميله. روح بقى شوف مين اللي ضرب منا بتاعتك دي، بعد ايدك عني. استني يا بنتي يا سعاد عمليها تمشي يا ولدي بالراحة، وبعدين ما يمكن تكون جميلة فعلا. جميلة ايه يما؟ وهي هتضربها ليه جميلة؟ بينها وبينها ايه؟ الغيرة يا ولدي، وبعدين انت عارف ان جميلة دي دماغها سو. يا مني قالت لك ان سعاد هي اللي ضربتها ولا سلطت حد؟ هي قالت لي ان سعاد هي السبب في اللي انا فيه. خلاص روح اسألها تاني مين اللي ضربها. ماشي بس لو طلعت هي سعاد صح مش هتقعد في البيت دي ولا على ذمتي دقيقة، لأن لحد كده وكفاية.
صلى على النبي يا ولدي، البت حبلة وبعدين هي عملت ايه يعني؟ بالراحة. مش بالراحة يما، هي زودتها قوي وكل شوية تعمل لي مشكلة. انا رايح عند منا المستشفى وهنشوفه. ربنا يستر، ربنا يجيب العواقب سلامة. ايه اللي حصل؟ ما كنا كويسين. اروح اشوف المجنونة دي لحسن تلم خلقاتها صح. يا رب استر يا رب.